دالة اللوغاريتم. بشكل عام دالة اللوغاريتم تكتب على الشكل التالي: أي f لـ x يساوي لوغاريتم بهذه الكتابة لـ x، مع العلم أن هنا موجودة a. مرة ثانية، هنا موجودة a. a يمثل عدد. هناك شروط أو شرطين أساسيين: أن a أكبر قطعا من الصفر، يعني فقط الأعداد الموجبة قطعا، لكن a عليها أن تخالف واحد. إذن هذين الشرطين أساسيين، مع العلم أنه كيفما كانت A فإن اللوغاريتم للعدد واحد يساوي صفر. واحد هنا مرتبطة بX، X موجودة بين قوسي لوغاريتم، X عليها أن تكون موجبة قطعا، X عليها أن تكون أكبر قطعا من الصفر، هذا فيما يخص شرط X. مبيانيا السؤال هنا: كيف تبدو دالة اللوغاريتم مبيانيا؟ لذلك نحتاج إلى معلم كما نرى الآن، بحيث هنا محور X وهنا المحور Y. لاحظ معي، قلنا أن X أكبر قطعا من الصفر، يعني نكتفي بالقيم الموجبة لX، أي هذا الجزء من المحور X، الجزء الموجب. اعتبارا لهذه النقطة، أي أن لوغاريتم لواحد يساوي صفر، هي موجودة هنا، أي هذه النقطة تمثل لما تكون X واحد فإن Y يساوي صفر. حسب هذا الشرط فإن هناك مجالين: أن A محصورة بين الصفر وواحد، وأن A أكبر قطعا من واحد. إذن إذا كانت A أكبر قطعا من الصفر وأصغر قطعا من واحد، يكون منحنى الدالة تناقصي بهذه الشكل. ماذا نلاحظ؟ أولا أن هنا تناقص بشدة، وهنا تناقص ببطء في هذا الاتجاه، هنا يتجه إلى زائد ما لا نهاية، أي أن Y موجبة. فيما يخص اتجاه بالنسبة لX هو اتجاه كذلك في اتجاه زائد ما لا نهاية. إذا كانت الإمكانية الثانية أن A أكبر قطعا من واحد، كنلاحظ هنا مجالين، هذا كان فيما يخص أن، فإن منحنى الدالة يكون هكذا تزايد بهذه الشكل. أي أنه هنا تزايد بشدة إلى غاية هذه النقطة، ومن ثم يصير تزايد ببطء في هذا الاتجاه،
في اتجاه زائد ما لا نهاية بالنسبة للإكس، وهنا في اتجاه ناقص ما لا نهاية بالنسبة للمحور إيغريك. إذن هذا فيما يخص توضيح المبيان لدالة اللوغاريتم. هناك ملاحظة أساسية نضيفها، إذن نكتفي بهذا القدر مبيانيا ونقول نحن قلنا أن هناك مجالين، المجال الأول والمجال الثاني. المجال أن A أكبر قطعا من الصفر وأصغر قطعا من واحد، وأن A أكبر قطعا من واحد. لاحظ معي هنا، يعني أن A ممكن أن تكون في هذه الحالة أكبر قطعا من واحد، A ممكن أن تساوي 1.1، A ممكن أن تساوي 1.8، A ممكن أن تساوي 2، A ممكن أن تساوي 2.5، A ممكن أن تساوي 2.718، وقد يكون الأعداد لا تنتهي. ممكن A أن تساوي 9، وممكن A أن تساوي 10، وممكن A أن تساوي 15، وهكذا. وكل هذه القيم هي أكبر قطعا من واحد. إذن لاحظ معي، يعني على حسب هذه الحالة نكتب اللوغاريتم بهذه الطريقة. أي أن لوغاريتم، أي أن f لx يساوي اللوغاريتم لإكس، وهنا نكتب 1.8. لكن بالأساس والأهم بالنسبة لنا هو العدد 2. هذا العدد، عدد A يساوي 2.718، والعدد 10. إذا كانت هنا، إذا كانت A تساوي f لx يساوي لوغاريتم لx، وهنا نكتب 2. إذا كانت A تساوي 2، فإن اللوغاريتم يكتب على الشكل التالي، أي هنا يساوي، هي فقط تغيير الكتابة. لاحظ معي، L B لX، يعني L B لX مباشرة فإن A يساوي 2. انظر إلى الآلة الحاسبة وستجد هذا التعبير L B لX. إذا كانت A تساوي هذا العدد، وأؤكد هذا العدد لأن هذا العدد هو أهم الأعداد، هنا أكتب أن A يساوي 2.718، وهناك أعداد من لا تنتهي، يرمز لهذا العدد بأو هكذا. إذن إذا كانت هنا أكتب F لX يساوي لوغاريتم لإكس، وهنا أكتب أو، فإن
دالة يرمز لها على الشكل التالي، فقط هو تحويل الكتابة، نكتب الـ ln لـ x. وإذا نظرنا إلى الآلة الحاسبة سنجد الـ ln لـ x، يعني أن a تساوي u و u يساوي هذا العدد، أي 2.718 وهكذا. إذا كانت هنا f لـ x يساوي اللوغاريتم لـ x بحيث a تساوي 10 هنا 10، فإن اللوغاريتم يتحول أو يكتب بالشكل التالي L G لـ X. إذن في الآلة الحاسبة هناك 4 تعابير للوغاريتم، إما بهذا الشكل على أساس أن A تساوي 2. في الآلة الحاسبة كذلك تعبير بهذا الشكل ln لـ x، ويعني اللوغاريتم على أساس أن a تساوي 2.7. في الآلة الحاسبة كذلك موجود لوغاريتم يساوي lg لـ x باعتبار أن a تساوي 10. هذه الإمكانية الثالثة، أو موجود الإمكانية الرابعة وهي إمكانية بشكل عام هو عنواننا الآن، لوغاريتم لـ x، ونحن نختار قيمة A. إذن هذا ما نعرفه الآن تحت عنوان اللوغاريتم بشكل عام، وشكرا.